دلوقتي بقى انا جربت الكلمات الداله الكي ووردز اللي انا قلت لكم عليها، وصلت للكلام ده النتيجه دي. انا ابوه ديكور ستايل اوف فيري وايد ريسبشن هوتل، ذا ريسبشن كونتين ا باثيو ات ذا ميدل بيت، نسيت حاجه هنا، اوف ات اند اندر ات هيرز ليدنج تو ذا لور فلور. ندوس كده ذا باثيو سراوند باي شيرز. تمام، انا عايز اخلي دلوقتي باثيو في السلم في الترابزين، الترابزين بقى سراوند باي شيرز، يعني محط حواليه الشيرز والسوفاز. انا هاجي على جوجل ترانزليت. زي ما قلت لكم احنا في جوجل ترانزليت هنستخدمه في الكلمات اللي احنا مش عارفينها بس، ولكن مش في الاصل كامل، يعني مش هكتب كلام كتير وجمل كتير واخدها كلها كوبي بيست، لان جوجل ترانزليت مش بيترجم الحاجات اللي احنا عايزينها بالظبط. لازم انا اشرح شرح واضح وصريح، وجوجل ترانزليت مش بيفيدني في كده. لكن انا عايز مثلا اعرف كلمه ترابزين سلم، عشان ده طالع من دماغي دلوقتي. ستير ريلينج هي كان ليها معنى تاني بس انا مش فاكره. هنكتب كده ذا ستير ليرنج. انا بعد الكوما يعني بخلص الجمله، اجي عند فلور كده انا خلصت الجمله من غير ما احط سبيس، بحط الكوما بعد كده، حطيت الكوما احط سبيس بقى اللي انا حطيتها دي اللي هي سبيس دي، بعديها اقفل الجمله. تمام، خاطر يبقى كلامي واضح، خاطر لما انا ادخل الجمل في بعض بيطلع لي نتائج غير اللي انا عايزها، فهو الموضوع دقيق جدا. وانا عايز اصلح حاجه دقيقه، هو عايز يصلح الوصل اللي في دماغي بالظبط، فلازم اكتبه بطريقه مهندمه، ولازم ابقى عارف كل جمله شرحها ايه. ستير ريلينج سراوند باي شيرز سوفاز ديزايند ويز ذا سيم ستايل او ديزايند ويز بوهو ستايل. بعد كده هدوس انتر، ده انا خلصت يعني الكلام بوهو ستايل. بعد كده الجملة اللي بعدها lighting and decorative units of a boho style clean shots، نمسح دي عشان دي كانت جملة أنا حذفتها. clean shots show the feature and the beauty of the reception neutral colors كده neutral materials، دي neutral color و neutral material ده في الستايل بتاع البوهو ستايل. يعني البوهو ستايل لو دخلنا على بنترست هنا اهو تلاقي الخامات بتاعته neutral. تمام، الكلام بقى هتعرف منين بقى تكتب ازاي والوصف بتاعك يكون معروف ازاي؟ لازم تكون دارس الستايل والستايل بتاعه بيظهر ازاي، لان انت مش مجرد ما تكتب له انا عايز بوهو ستايل هيظهر لك كل التفاصيل دي. هو بوهو بيروحك لمكان معين، لكن انت عايز تبدل بقى في الحوائط، تبدل في الخامات. انت لما بتكتب انا عايز بوهو ستايل يجي على النت بيشوف البوهو ستايل ده معمول ازاي وبيعمل لك ازاي. لكن لو انا عايز اختلف بقى في الارضيه، الارضيه هنا خشب، لا انا مش عايزها كلها خشب، انا عايز عليها سجاده، عايز الحائط خشب، عايز الحائط زي ما انتم شايفين كده كلها ابيض، عايز النجفه تبقى شكلها كذا، مش عايز نجف خالص. الكلام ده بيبقى ايه؟ انا اللي بكتبه. تمام، انا هكتبه منين بقى؟ بناء على ايه؟ عشان اطلع لقطه كويسه زي اللقطات اللي ظهر لي على بنترست دي. انا اطلع لقطه كويسه زي اللقطات اللي عندي لازم ابقى عارف اوصف اللقطات. يعني انا عرفت البو ستايل ده كده خلاص، عارف بقى ايه؟ اعرف اوصفه ان انجلش، اعرف مثلا ان الحوائط تبقى عليها كذا، الارضيات بيبقى عليها كذا. ممكن كمان لما تيجي تكتب انت تكتب كلمات مشابهه، تكتب سيلينج مثلا او تكتب روف، روف سقف وسيلينج سقف، على حسب ما انت موظفها في الجمله ممكن يترجمها ان هي ايه. الكي ووردز اللي انت بتكتبها لازم تكون مهتم بيها جدا وتبقى عارف انت بتقول ايه. تمام، نرجع تاني الوصف بتاعنا نيوترال كلرز نيوترال ماتيريالز ذا وولز ار تول اند ديزايند وذ ذا واي اوف بوهو ستايل. انا عايز الحوائط تكون طويله اند ديزاين وذ ذا واي اوف. انا مثلا خلصت موضوع الحوائط ده، عايز اجرب مثلا في الستايل ده نخلي الحوائط ليها مقاس معين. نبدا ندخل مقاسات زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت، شارح فيها ازاي تبدا الميد جورني وازاي تعمل الاونت وازاي تبدا تصمم. كنت بقول لكم فيها عايزين نجرب موضوع الحوائط ده، وقلت لكم نعمل فيديوهات. هجرب بقى في الفيديو ده ان انا احط مقاسات حوائط. هولز ار تول، مثلا هكتب ذا هول ار 6 متر تول اند ديزاينز وذ ذا واي اوف بوهو ستايل. عايز حوائط طويله 6 متر طولها 6. هتشوف معاك بقى الموضوع هيطلع ايه. انت خليك معايا لغايه اخر الفيديو افهم بالتفصيل، يعني انا الفيديو ده عامله عشان خاطر تتمكن من اتقان التعامل مع الموقع، تمام، مش مجرد اي كلام وخلاص. لان في ناس بتدخل وبتكتب عايز 1 2 3 وتلاقي النتيجه مش كويسه ويقول لك الموقع مش كويس ومش بيطلع اللي في دماغي. لا، الموقع كويس جدا وهو بيطلع الكلام اللي انت عايزه، انت الفاعل في الموضوع ده، مش بيطلع حاجه على مزاجك. ممكن تكون مش عارف ايه اللي انت كتبته، ممكن تكون كتبت حاجه مش عارف معناها ايه او ما عرفتش توصف اللي في دماغك. انا عامل الفيديوهات دي، عامل لك فيديوهات تاني كتير عشان خاطر تتعلم ازاي توصف اللي في دماغك. خلصت كده بوهو ستايل. الجمله اللي بعدها رياليستيك كلوتس رياليستيك نيوترال لايتنج، ونمسح رياليستيك دي زياده نيوترال لايتنج بوهو ستايل لاندنج يونس. عايز وحدات الاضاءه تكون بوهو ستايل، هي الوحدات اللي هي دي، الوحدات اللي هي فين تاني، دي
انا بوصف له برضو الوحدات اللي انا عايزها تبقى عامله ازاي. بوصف كل حاجه في المشهد: وودن سيلينج وذ بوهو ستايل، انا خليها وودن سيلينج بس، وودن فلور وذ بوهو ستايل، لوينج ديلز فول اتش دي. وانا كده خلصت، هدوس اجرب معاكم نشوف النتيجه في الاخر هتبقى عامله ازاي. انتر. دي صوره قديمه اللي انا طلعتها، ده وصف قديم، انا عايز الوصف الجديد دلوقتي هيظهر لي. هفضل ادور عليه تحت لو ما لقيتهوش، عشان لو حد تاه منه بعد ما داس انتر هتلاقيه محدده لك بحاجه اورنج كده. طيب دي النتيجة اللي طلعت في الآخر، وطبعا نتيجة جميلة زي ما انتم شايفين. أربع صور الجمال دول ظاهرين التصميم بشكل جميل جدا زي ما انت شايف. دلوقتي بقى هشرح لك ازاي تسيب الصور دي بجودة عالية. تيجي على كل صورة، الصورة دي رقم واحد، الصورة دي رقم اتنين، الصورة دي رقم تلاتة، الصورة دي رقم أربعة، نسجلها U1 U2 U3 U4. هتدوس U1 U2 U3 U4 زي ما انا دايس كده، هيظهر لك بقى تحت هيحملك الصور، هيحملك واحد واثنين وثلاثة واربعة. تنزل تحت هتلاقيه بيحمل. ليه الصور بتنزل تحت؟ لان في ناس بتستخدم السيرفر حاليا وبتطلع نتائج زي ما انتم شايفين، فانت قبل ما بتدوس هما بيكونوا طلعوا حاجات قبلك، بس هتنزل هتلاقيهم هنا اهو، هيعملها لك بمستطيل اورنج كده يحدد لك ان ده شغلك. لو برضو شغلك تاه منك هتبقى تتاكد ان انت من هنا برضو مكتوب اليوزر بتاعك في الاخر، اليوزر بتاعي مصطفى ناصر. اعمل حالك انا ابوه ديكور وكاتب لك العنوان بتاعها وحاجاتها. هتفتح الصوره تيجي من هنا، دوس سيف ايميج اس، هتسيب لك، دوس سيف زي ما انا سيبتها وبس، سيبها لك تاني عادي. ادي الصوره ظهرت عندك بشكل جميل. هتيجي على الصوره بقى عايزها واقعيه شويه، بريت شويه، هتدوس ميك فاريشن. لو خدت بالك ان هي الواقعيه بتاعتها زادت شويه، دوس سيف ايميج اس. تمام، تيجي الصور اللي بعدها او تعمل لها لايت اب سكيل ريدو. تمام، الاضاءه تحسن فيها، شايفين الاضاءه احسن. تمام، دي برضو تعمل لها ميجريشن، ميجريشن بيت اب سكيل ريدو برضو، تديها تبقى حاجه اقوى يعني في الاضاءه. تمام، بص في ايميج از كده الصوره تسيب عندك بكل بساطه. دي الصوره اللي بعدها، الصورة دي برضو بيتا ابسكيل ريدو، بيتا ابسكيل ريدو. تمام، دي الإظهارات الجديدة يا جماعة، ودي التحديثات الجديدة. زي ما قلت لكم إن الفيديوهات اللي فاتت إن الموقع كل شوية بيطور من نفسه وكل شوية يطلع نتيجة أحسن، ما ينفعش تهمله، والله ما ينفعش تهمله. يعني عشان الناس برضو اللي مش مهتمة بيه، لا لازم تهتم، بيطلع حاجات جميلة وجديدة. ما ينفعش تقعد سنة سنتين ما تعرفش عنه أي حاجة وتيجي في الاخر تكتشف ان في ناس بتطلع كل التصاميم اللي هي عايزاها من عليه. فتح الصوره، هندوس سيف ايميج اس، سايب عادي زي باقي الصور. تيجي بقى نجرب موضوع البي 4. هو في U1 U2 U3 U4 وفي V1 V2 V3 V4. تمام، ده بيسيب لك الصوره لوحدها زي ما تقول، بيعمل لك ريندر للصوره لوحدها. ولكن V1 V2 V3 V4 بيطلع لك نتيجة مختلفة. يعني هتدوس مثلا V1 اهو، هنجرب معاكم V1 دي اللي هي الصورة دي. تمام، هندوس V1، هتنزل تحت خلاص اتعود، نشوف هيطلع لك نتيجة عاملة ازاي. اهو شايفين بقى الجمال، نعمل دي القديمة. تمام، نزل تحت تاني اهو اهو، شايف الافكار، طلع لك اكتر من فكرة على نفس V1. تمام، فتحنا اهو V1. الناس اللي بتقول انا مش بعرف اعدل ومش بعرف اطلع افكار، لا، انت عايز نفس الشوت بتاع V1، ولكن عايز منه اكتر من فكرة او اختلاف حوائط، اختلاف في الفرش زي ما انتم شايفين. دي الصورة بتاعت V1، ودي التعديل اللي عمله عليه. تمام، غير لك هنا الكراسي، هنا الكرسي ده مختلف عن الكرسي ده، تصميم الحيطه مختلف عن تصميم الحيطه ده شويه. تيجي هنا مثلا عمل لك تصميم مختلف، الزرع ده كبر هنا شويه، هنا كان حاطط لك كنبه، حاطط لك هنا زرع. تيجي هنا برضو السجاد مختلف، السجاد في الاربعه، يعني بيعمل لك اكتر من طريقه مختلفه. حتى انت سيب ايميج اس، لو عايز برضو تطلع الصوره لوحدها، عايز تاخد صوره منها، زي ما قلت لك هتدوس على U1 او U2 U3 U4 نفس الترتيب ده، U1 U2 U3 U4، شوف انت عايز انهي صوره فيهم، هيطلع لك اكتر من حاجه مختلفه. لا، وكمان طلع لك مقترحين، ممكن نلاقي مقترح تالت، هطلع لك مقترحين بس، مقترحين من نفس الشوت كده، نطلع اربع مقترحات، اربعه هنا واربعه هناك، يبقى 8 مقترحات.
تلاقيهم كلهم مختلفين، سواء في السجاد، سواء في الحيطة، سواء في الأرضية، الشوت نفسه بيطلع لك فيه أكتر من اختلاف. طبعا ده بيديك مقترحات كتيرة جدا، بيسهل عليك جدا في التصميم، وبيسهل عليك جدا في إظهار ده للعميل. يعني محدش يقول لا أنا مش هستخدمه، أنت يعني ليه مش هتستخدمه؟ مش فاهم. لا استخدمه هيفيدك. محدش يقول انا خلاص عشان مصمم، وده مش ده مش هينهي عليك، ولا مش ومش هيقضي على المصمم، ولكن هيساعدك في الوصول لتصميمك ولافكارك. احنا لازم نستغل البرامج دي، ولازم نستغل المواقع، ولازم نستغل التطور واللي بيحصل في الجيل بتاعنا. يعني احنا الاول اصلا ما كانش في ماكس، الناس كانوا بيشتغلوا زمان على ماكيتات بيلونوا بايديهم. يعني انا خريج فنون جميله قسم ديكور شعبه عماره داخليه، في الكليه كان معظم شغلنا الوان، الوان جواش بقى والوان مختلفه، بنظهر بايدينا بنلون بايدينا. قبل كده ما كانش في برامج، احنا اشتغلنا برامج والوان. فزمان ما كانوش بيشتغلوا بالبرامج، نزل الماكس، الناس ما كانتش متوقعه ان الماكس هيطلع حاجه، والناس كانت بعيده عنه. ولكن دلوقتي هتلاقي كل الناس معاها ماكس هم اللي بيشتغلوا، والناس اللي مش متعلمه ماكس ما بتشتغلش، سواء ماكس او سكتش اب او لوميون، طبعا باقي البرامج ال 3 دي. دلوقتي طلع لي حاجه اسمها اي اي، استغله. يعني كل شويه احنا بنتطور، الموضوع ده بيسهل عليك، ليه ما تستغلش التطور؟ تمام، زي ما انتم شايفين هو طلع لي حاجات كتيره مختلفه. روح دايس سيف ايميج اس. طيب عجبتني انا حاجه فيهم بقى وعايز اعدل فيها. يعني انا عجبتني حاجه في الاربعه دول، تحت الصوره مثلا، لا من دي الصوره دي عجبتني انا. مثلا هقول لكم اي مثال عجبتني الصوره دي، يوتيوب، وعايز اعدل فيها. هقول لك بقى تعدل فيها ازاي. تيجي هنا تدوس يوتيوب، هتلاقيه بيحملها لك، تنزل تحت بيحمل لك الصوره بتاعتك اللي هي يوتيوب. انت شايف ان دي اقرب حاجه انت عايزها، حملها لك، انزل تحت. دي كمان مقترحات كمان عطاها لنا كتير على حاجات كتبتها قبل كده، نسيبها برضو احنا الاثنين. طلع حاجات جميله، بيسيب الصوره بتاخد بي ان جي اهو، او صوره لوحدها اللي فوق برضو. هي الصورة اللي انا بدوس عليها يوتيوب، هسيب دي برضو، هسيب دي معاها. اوريكم بس كمية المقترحات اللي انا بطلعها والافكار المختلفة اللي بتطلع كتير. ناس كتير بتقول لا ده مش بيطلع اللي انا عايزه، والله العظيم بيطلع. اهو يا عم على يدك اهو، اديك اهو طلع لك الصورة دي، صراحة اربع مقترحات والصورة اللي انت عايزها. دي الصورة اللي انت عايزها، طبعا كمية الصور اللي طلعتها، كمية الرف اللي طلعتها، تغيير البلوكات اللي جوه، ده تعديل. يعني ده تعديل، بدل ما تقول لي انا مش عارف اعدل ازاي، اديك انت بتعدل. والله ممكن بعد كده تبقى دقيق في وصفك ويطلع لك الحاجه اللي انت عايزها بالظبط. هننزل تحت نشوف اخر حاجه، يمكن يكون طلع حاجه تاني، ولكن هو كده بس خلاص طلع اهو. لا في حاجه اهو اللي عملها لي بالاورنج، تمام. هنا ده كاتب لك الوصف اللي فوق عشان تبقوا فاهمين برضو، تعرفوا ايه العلاقات بين الصور المختلفه والرندر اللي طالع المختلف. كاتب لك هنا الوصف القديم اللي انا كاتبه، اللي هو دي جاي الرندر اللي فات، يقول لك ايه الصوره بتاعتها والوصف بتاعها. هنا افتحها، انا كنت كاتب باثيو، انا كنت عايز باثيو في النص، باثيو اللي هو هول كبير كده، تمام، باثيو بتاع سلم وتحتيه سلم يعني في وصف المكان. ولكن هو اراه ان هي هنا كتب لك الباثيو هنا على الحائط، تمام، ممكن انا معرفة راحة كويس، لكن هو بيعمل اللي انت عايزه في الاول وفي الاخر. مع التجربه الكتيره هتفهم توصف ازاي. ظهر لي كل حاجه انا عايزها، ظهر لي الارضيات بوه ستايل، ظهر لي الارش على البوه ستايل، ظهر لي هنا السقف الخشبي بتاع بوه ستايل، ووحدات الاضاءه بتاع ستايل. في حاجه تاني ولا لا؟ برضه نشوف، انا دوست اكتر من مره. بس دي كل الحاجات اللي ظهرت. شايفين بقى الجمال بتاع الصور؟ شايفين الجمال؟ يعني افتح لكم الصور من الديسكتوب، نيجي على الديسكتوب ونتفرج بقى مع بعض. بص بقى على كميه المقترحات، شايف دي ودي، شايف المقترحات مختلفه ازاي. وغير هنا الفرش زي ما قلت لكم، واعطيك اكتر من مقترح، لان اللي عجبك هتطلعها من لا سيف زي ما قلت لك. انا كنت كاتب هنا عايز برضه في صوره سلم، بس انا كنت عايز اللقطه من فوق، هو جاب لي اللقطه من تحت اوصف يعني. ومقترح مختلفه هنا برضه، الكراسي مختلفه عندي، دي المقترحات المختلفة كتير جدا. شايف هنا ألوان الأرش مختلفة ازاي، الأرضيات مختلفة ازاي، السوفا هنا مختلفة، السفرة مختلفة ازاي، الإضاءة بتختلف، بيغير لك في كل حاجة. ريندر سريع جدا، هو بيغير لك بلوكات زي ما أنت بتقول أنا عايز أغير البلوك ده مش عاجبني، هو بيغيره لك بيه، بيعدلك في اللقطة لغاية ما تشوف أنسب مقترح تصميم ليها. بيشتغل بناء على النتائج السابقة اللي الناس اشتغلتها، طلع لك نتائج زي دي. دي طبعا أنا كنت عايز أطلع مود بورد أول خالص، ده كنت عايز اطلع بوه ستايل بس. فدي النتائج بتاعتي، وطلعت شكلها جميله جدا. بعد كده بقى انا بنصح الناس كلها تبدا تركز في موضوع الذكاء الاصطناعي. انا شارح لك اكتر من فيديو، بدايه من ازاي تعمل اكونت على ديسكورد وميد جورني، وازاي تسجل لغايه لما توصل للنتائج اللي انت شايفها دي. وكل اسبوع بنزل فيديو جديد عن موضوع الذكاء الاصطناعي. طبعا لو عجبك الفيديو اعمل لايك، سبسكرايب، فعل زر الجرس. كان معاكم مهندس مصطفى ناصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.